في سياق متصل، قال مسؤولان أمريكيان إنه من المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأمريكي اليوم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 750 مليون دولار، وسيتم تمويل المساعدات باستخدام سلطة السحب الرئاسي التي يمكن بموجبها للرئيس الأمريكي أن يأذن بنقل مواد دون موافقة الكونغرس للتعامل في حالة الطوارئ. وقال أحد المسؤولين إن القرارات النهائية بشأن المساعدات التي سيتم إرسالها لا تزال قيد الدراسة.